للتصدي لمثل هذه الظواهر أولاد وزارة الأوقاف، فأظهر مصر للعالم أجمع، وأوقاف مصر للعالم أجمع وليس لمصر فقط وللمصريين. فأنا بقول مزيد من هذه الدراسات لمواجهة هذه الأفكار خارجيا وليس لأبناء مصر أو في مواجهة أبناء مصر. بالأمس القريب تم اتهام البعض بأنهم والعياذ بالله في اللفظ عبدة للشيطان، واليوم نقول اليوم أنهم مؤمنين، فغالبيتهم جميعا من رواد المساجد اليوم وتابعوهم واحد واحد. هنفاجأ بأن نقول كان بالأمس من عبدة الشيطان واليوم هو مؤمن، ومن ذا الذي يعني انتقل من عبدة الشيطان إلى عبدة الرحمن، إلى عبدة الرحمن. إحنا بوصفنا له إحنا اللي حطناه في هذا الوصف من قبل، فلن نسمح بأن نصف مصري بالإلحاد في أي لحظة من اللحظات. عشان نقول ملحد صادق مؤمن اليوم لا يصلح، ومن ده اللي معاه الإمكانية إن هو يتهم أي مصري بهذه الاتهامات. فهذه الظاهرة لا وجود لها في مصر نهائيا. فمصر هي بلد الإيمان، ومصر بلد الإسلام، ومصر اللي صدرت الإسلام للعالم أجمع، وكما قال أستاذنا ومولانا الشيخ الشعراوي هي التي صدرت الإسلام للبلد التي خرج منه الإسلام. فمش هينفع إن إحنا أنا بشكر الدكتور عمر أخي وزميلي.